إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تشخيص التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي. كي يتم تشخيص التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي بشكل قاطع، يوجه الطبيب بعض الأسئلة المتعلقة بالأعراض التي تظهر لدى المريض. طبعا يجري فحصا جسديا دقيقا، ويطلب إجراء عدة فحوصات إضافية، وهذه الفحوصات يعني تساعد الطبيب على نفي وجود أمراض أخرى لها الأعراض نفسها. أيضا قد ينفي بعض الأمراض التي تتعلق بالقولون العصبي مثل داء كورون أو متلازمة القولون المتحيج أو التهاب الرتاج. وأيضا الفحوصات التي يعني يتم إجراءها لتشخيص التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي تشمل على فحص تنظير القولون، وأيضا بعد حقن الباريوم نقدر يعني نصور المنطقة بأشعة إكس. طبعا هذه الأشعة نقدر يعني نستخدم الأشعة السينية، وأيضا نقدر نفحص يعني فحص كامل للدم وفحص خروج البراز أيضا، ونفحص الأمعاء الدقيقة بشكل أكبر، ونقدر نعرف نوع الالتهاب ومدى توسعه ومدى انتشاره، وهل هو مصاحب يعني لبعض السرطانات أو لا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.